قولي هذه 108 كيلو بابا. نعم حمرا ولا بيضاء؟ لا ديال الدراري. هانتو ما كيجيكيش بني هذاك ولاد وجهي ميلول. هو من كتقدى حتى لافيستو ديالي هذا الشيء هذا الجلبانه باقا كتشقشق. قول نطلعكم معايا تشوفوا الاجواء. اجواء مختلفه. المهم كما كتشوفوا ما شاء الله اجواء الحمامات تحكوا بجافيل الحيوطه كل شيء. وهنا الفوق انت كاين الفوق كل شيء تجمع كلشي كيتسيق. او اهلا وسهلا البنات كي دايرين لاباس عليكم واش مبروكه رمضان مبارك سعيد صحه وسلامه وباش ما تمنيتو. المهم كل عام كنبارطاجي معكم الاجواء ديال النهار الاول في رمضان. صراحه هاد المره هادي مختلف مختلف بزاف على الاعوام اللي دازو. مولفه نبارطاجي معكم التحضيرات من داري، مولفه نبارطاجي معكم الشهيوات وكنطيبوا النهار هذا. ف واخا صراحه جات شويه قاصحه ولكن حتى الناس اللي كيجيو عندنا هنا يستاهلوا ويستحقوا وصحتهم وراحتهم. بالعكس واقفه وكنوجد والله العظيم بحال جايين عندي ضياف لداري. والله العظيم كنوجد بحال جايين عندي شي ضياف لداري. يعني فريمون خص كلشي على حقه وطريقه. الناس اللي يجيو يفطروا عندنا يكون داكشي زوين، يكون كلشي منظم، يكون الاجواء زوينه. الناس راه غير خليو ديورهم يجيو عندنا خص يبقاو احسن. والله العظيم انا واقفه بيدي على الصغيره والكبيره في هاد القهوه، على ابسط الامور واقفه عليهم. وهذا الشيء اللي كاين اول حاجه بدينا بها هي القران استفتحنا به واكيد الكرون ميناج. وغادي نبارطاجي معكم اجواء الداخل ان شاء الله. ديجا كاين ما شاء الله لي شاف، يعني ديجا بداو بستايلات، بداو لينام، بداو البريوات، حيت كل شيء حتى حاجه ما خديتها صوبناها عندنا حنا في لاكويزين ديالنا كيصاوبوها لي شاف. غا مازال ما شفتوش، مازال ما طلقش زينه. جيبها لا ماجي لي لبيسه على حكا وطريقه. مال ما جيبها لك اللبيسه وجيبها لك البليغات وجيبها لي الجبادور تنسي انت ماما ونلبسو نتصور باش نحطو لكم دي فوتو في الانستغرام. و بعدا بيل ديال البارح حمقهم احمد ديال رمضان كريم جا زوين والله الا جا زوين. ايوا حنا غاديين عاوتاني في غاديين غاديين الباتيسري. احمد عزيز عليه واحد ميفي والله الا كتحمق واحد ميفي وكل عام في الفطور كياخدها ما يمكنش ما ياخدهاش. ايوا ما قلت لكم هذا العام اللي هذا العام اللي مختلف هو بحال ما عندي شي عائله جايه مع موضع عندي القهوه باش يفطروا عندي. يعني كنوجد ونعاود بحال شي حد جاي عندي للدار. والله العظيم راكم عارفين ماشي سهله، يعني كونتيتي ماشي سهل داكشي باش يكون على حقه وطريقه، ولكن راني واقفه الصغيره والكبيره كنوجدها معاهم. هانتوما ضروري كنجي ناخد هاد الميكفي هادي كنحمق عليها احمد. دابا هادي راه تقريبا شي 6 سنين وانا كناخد منهم كل رمضان كناخد منهم هاد الميكفي غزاله. الحاجه الزوينه اللي عندنا في القهوه ديالنا هو عندنا واحد ثلاجه بحال هكا اللي فريمون كيتحطوا فيها لي غاتو كيتحط فيها، يعني كتجي تشربي قهيوه مور الفطور كتلقاي كلشي كاين. حتى بالنسبه للناس اللي غيفطروا عندنا، الناس اللي كيبغيو من بعد الفطور يشربوا مثلا قهيوه بوحدها اولا هذا والكاطو ولا شي حاجه راه كيكون كلشي. ميلفي بعدا قال لي احمد ما يمكنش نفطر في القهوه وما ناخذش ميلفي. احمد اللي كيست في هذا الشيء الله يعطيه صحيحته. راه قلت لكم حنا الحمد لله اللي مخلي الكافي القهوه ناجحه رايحين حنا واقفين بيدينا الصغيره والكبيره كنقضيوها بيدينا. الثلاجه دابا تفركات تمسحات ما شاء الله كتشعل. ودابا غادي نقاد البيوفي ودابا غنقادو المسائل كامله. ومرحبا بكم والف مرحبا. مع اليوم النهار الاول وفريمون جاتني فشي شكل انني ما نفطرش مع بنياتي، فاليوم كنقاد واحد الطبيله هنايا كبيره للعائله. ماما اختي الهام راجلها وليداتنا وليداتي حتى انا. انا ما كنت كنبكي انا عايشه حمايقه شي شويه. ما سخيتش بداري حيت كنولف ولفت داري باش انني زعما رمضان كامل نفطروا هنايا ماشي شي حاجه اللي سهله.
وانتم ما كتشوفوا يعني الاجواء هانتم. فا كنقدوا واحد الطبيله اللي غنفطروا فيها العائله كاملين مع بعضياتنا. صراحه حماتي ما كايناش اليوم، حماتي راها في فرنسا، كون كانت حتى هي كانت غتكون معنا كنت غنجيبها من دارها نقول لها والو تفطري معنا النهار الاول، وغادي نبارطاجي معكم الاجواء والله يجعلوا ان شاء الله مباركم سعود علينا كاملين، واللي عنده حباب وقرابين اللي الله يخليهم ليه، واللي ماتوا الله يرحمهم، واللي مرض الله يشافيهم. ايوا هادشي اللي كاين. انا جالسه دابا هنا ومشيت للصالون، انا ما بارطاجيتش لكم فاش مشيت للصالون، ولكن درت باقي الستوريات حيت كاينين فريمون الصالون دي برومو واعر. ايوا هادشي اللي كاين. ها انتم ما شاء الله حمد كيست البيفي، حيت هاد البيفي غيكونوا فيه كاينه لا سوب دو بواسون، كاينه الحريره، وكاينه ماما غتكون ديال الخضر، وماما غادي تكون بالبوله اللي حبيتو ديك الساعه. نشوفو ديك الساعه شنو غيبغيو لنا الناس. ومرحبا بكم، شوفوا لي الطبيله، مازال ما حطيناش التمر، مازال ما حطيناش شحال من حاجه، غير كان هادو راه ديالي يا اختي، هادو راه ديالي ديال داري. هانت هذا راه السم، السم الحر باش نطروز كيحمق. هانت ماشي كيجا شفني وين بصحتكم وراحتكم. هانت جبت المنيد لانس، انا هادو الصراحه ما كنبغيش نمسح فيهم. هانت فنين. وها انتم شفتوا البنات، المهم لا طابل ها هي هذه ديالنا حنا اون فامي، والناس تبارك الله ما كيغيزيرفيو الناس اللي غيكونوا هكا مع بعضياتهم. وهنا اكيد البنات، هنايا ديجا الشيف راه بادي في لي طارتيلات، بعدي غيصاوبوا لي سالاد فخوي، صاوبوا واحد بعدا واحد الرايب كيصاوبوه خطير حتى هو بلي فخوي كيجي كيحمق. هادو خلاص هادو راه كيخرجوا مع الفطورات غير هما باش يبردوا شي شويه للناس. هما هنايا كاينين لي كاطو، هنايا غيتستف داكشي الناس في الناس، وانا بوحدي، انا راسي بوحدي. المهم جينا عند واحد مول الزرابي، هو ما بعيدش، هو راه غير حدا القهوه ديالي. عندهم زريبيات الكاليتي فنه، مع كاين واحد مول العود اليوم ان شاء الله غيكون عندنا في الكافيه اجواء. اختي اش كتعرفوا عليا كذا بالعود، ماشي مول العود ماشي جاي واحد السيد غزال، غزال كيغني غزال، غادي يجي اليوم ان شاء الله غيكون داكشي طرابي شي زعما الاحق وطريق. وكما قلت لكم بحال جايين عندي لداري، راه داك التواول ديال داري واقف عليه. دابا جيت ناخذ شي زريبيه اللي نفرش ليه باش ما يبقاش هكاك غير على الارض، باش يعطي زعما داكشي هماوي. ايوا ها انتم اختي اش غدير زوين، هادي فين فين يجلس مول العود اللي غيضرب العود زوين. اييه زوينه، كحزه شويه باش تبان للقدام. لا مازال هذيك اه. ها انتم حتى البريد بدات، ها انتم على حقهم وطريقهم. هذه يلاه كنت خديتهم، هادو من فاس، جبتهم من فاس. ها انتم دقا باليد، ها انتم كيحمق، خصهم غير يتمسحوا، باقي خصهم يتمسحوا. ها انتم مضببين شي شويه، ولكن راه يلاه تغسلوا بجافيل، ريحه جافيل بعدا فيهم ما نقولش لكم تويسات. غناخد ديال اللوان، ولكن قالوا لي الدراري بكثرت الغسيل بحال كيبقاو يتقشروا. ايوا قلت صافي بلاش. هانتوما انا باقا هنايا، عرفتي دابا شحال الساعه؟ 5:30، وهو كيأذن مع الصمت، يعني باقا غير ساعه ومازال ما ساليتش. هانتوما انا اكسبري كنبين لكم كلشي باش تعرفوا كلشي. هانتوما بالنسبه للتمر ما شاء الله اللي غيكون هنايا عندنا في الكافيه، هانتوما كتشوفوا هذا غزال البنات كيحمق. هذا هو اللي مولفه كل عام كناخذ. ها انتم هذا كناخذو حتى لداري. ها انتم شوفوا ما شاء الله شحال كيسطى. ها انتم ما بغيتش نفتحو حتى يفتحو نيشان ويحطوه في الطبيصلات للناس، يعني اي حاجه ما قلت لكم انا اللي كنتقضاها، واي واحد جا لهنا ما غيجي بحال ما جاي لداري. مرحبا بكم. وها انتم شوفوا الاثمنه، يعني اللي عنده يفطر واللي ما عندوش يفطر، واللي كلشي شبعان كلشي فرحان كلشي عجبو الحال. هانتوما شوفوا الفطور ما شاء الله، كاين ديال 50 درهم، كاين ديال 75، شوفوا شحال من حاجه فيهم. وكاين بيان سور هذا في اي بي كما كنقولوا حنايا، هذا ب 100 درهم، ولكن فيه بزاف ديال الحوايج اللي غنبارطاجيهم معكم ان شاء الله ملي غيتحطوا. ومرحبا بالناس ديالنا بصراحه، فاش كتكوني عارضه على الناس في رمضان ضياف العائله، كيفاش كتكوني في اللحظات الاخيره. دابا لالا راه 6 القسم، هو كيأذن مع 6:30،
واختك طايبه غادا للدار حيت خصني نجيب ولادي بنياتي. ما نكذبش عليكم ما نقدرش زعما نهار الاول خصوصا نصوم بلا بيو ما نقدرش. ايوا غنمشي نديهم. وكنت دايما زعما كنقول لحمد شوف ها انت راه النهار الاول ما نظنش زعما غتكون شي خدمه حيت الاغلبيه كيفطروا في ديورهم كيفطروا عند العائله كيتجمعوا ما تكونش الخدمه. مي ما شاء الله شحال د الريزيرفاسيون والله العظيم اللي كنجريو هو كلشي ما شاء الله غزال والاجواء داكشي كيف ما بغيت والنظام كيف ما بغيت ولكن يعني بحال لا ما كناش دايمين بحساب ما شاء الله دوك الناس كاملين. ولكن مرحبا بكم قلت لكم جايين عند ازماء بحال جايين معروضين في داري حيت فريمون واقفه على كل شيء. المهم اضطريت انني نكب مع الدراري ونعاونهم هاك قدي قدي مسكين علي شافني وجاي يعاونني. هانتوما كما كتشوفوا ما شاء الله ما كناش اولين على هاد الناس ولكن مرحبا بكم ما شاء الله. هانتوما هنايا كاين ديال الحوت وكاينه الحريره خلاص. احمد فرق صيامك غير بالتميره على الاقل فرق صيامك. المهم مرحبا بكاع الناس اللي جاوا اخيرا احمد يقص ياكل صحوا معها اجواء عائليه معانا. مرحبا بإلهام مرحبا ماما كيفاش جنة جادو جنة قلت لكم فطور بحال ما جايين عندي للدار صحوا معها. المهم إلهام مكلفة ليا بجنة يا سلام الحمد فطمنا. شوفوا هادي فين جالسه مع ماما غاده معانا كاينه سلمى جنة في الكرسي ديالها سلمى ما هي. ايوا هادشي اللي كاين الحمد لله. كي داز نهاركم؟ صراحه داز مزيان احمد داز مزيان زعما ما رجعي له ما زعما ما كان لا صعد لا والو الحمد لله. وجاني انا يمكن نهار قصير ما تماره كان ما ساليناش ولكن امتى فرحت؟ تسلوا الناس الفطورات وفرحت ملي الناس كيعيطوا ليا وكنمشي تيديروا ليا ها او ماي جاد كنحس بشي انجاز وكنفرح يعني الحمد لله. هذيك التمامه وهذاك التعب وهذيك جري المهم الحمد لله كاين في الاخر واحد الريزلتا اللي هي زوينه. الناس كيعجبهم الحال كيعجبهم الفطورات. كان واحد السيد اللي كيضرب العود ما شاء الله عليه يعني افتتحنا به كان داكشي صراحه منظم زوين بصحتكم وراحتكم. راه قلت لكم بحال ما كتجيو لعندنا الدار ديالنا يعني كنفرحوا بكم ونوجدوا لكم بحال راكم ضياف عندي في داري لا من ناحيه النقه لا من ناحيه التاوي لا من ناحيه كل شيء. وهذا الشيء اللي كاين وانا عاد غادا للدار شي واعر ناضي عندك الدار عندك الطابله كبيره بحال دارنا بحال دارنا ياك ماما حبيبتي كبيده. تخيلوا معايا البنات يلا دخلت دابا شويه تقريبا هادي راه العشره بناتي يلا نعسو. احمد مازال ما جاش اختي احمد شوفوا هادي كتحمقني ها نتوما لقيتها في بيت سلمى هانتي. بعد المرات كتلف ليا شي حاجه ما كنبقاش نلقى ليها الاثر كنقلب عليها كنلقاها في بيت سلمى هانتي. هادي دابا غاليه في طومير كريمت اليدين بقيتها عندها. المهم ماشي مشكل كما قلت لكم عاد دخلت عييت دخلت اول حاجه كبيت عليا الماء سخون حيت ما شكيت عليكم ما شكيت عليكم عندي مشكل ديال الشقيقه وانتم عارفين هادشي. وفي رمضان مع الصيام ومولفه القهوه كيزيد يجعب عليا ديال بصح. ايوا دخلت درت عليا الميه سخونه باش زعما يفوتني الحال شي شويه. ايوا صافي هادشي اللي كاين. مسكين احمد باقي ما جاش مشى للقهوه راكم عارفين دابا مو فطور ما يعني مو فطور هاد عاوتاني الناس شوفوا اقسم بالله شتي بعدا اليوم ما شاء الله والله ما كنت دايره بحساب هاد الناس اللي جاو اليوم. قلت النهار الاول اغلبيه كيفطروا مع العائلات ومع الحباب ومع هذا
محاش الكافي زعما يكون فيها الناس، وزعما كانت معايا انا الهام اختي، كانت معايا ماما، كانوا معنا وليداتنا وكل شيء. ولكن ما شاء الله عمرات عمرات، وداكشي اللي كنا دايرين حنا بحسابه يعني فريمون تصدمنا، تصدمنا من داكشي اللي جا. ولكن الحمد لله، يعني اهم حاجه الحمد لله، الناس كتمشي فرحانه، كلشي كيمشي شبعان، كلشي كيمشي فرحان، كلشي كيشكر الماكله. والله العظيم زعما على تقليدي، والله لا تقليدي، واقفه على داكشي من ابسط الامور، قلتها لكم يعني، من الماعن، من الغسيل الماعن، من الفوتوي تنفض، الدنيا تكون نقيه. انا مريضه مع راساتي، انا خصني الدنيا تكون نقيه. الحمامات ما نقولش لكم، يعني عندي وحده خاصه بالحمام، تنقول لها تدخل لي انا الحمام حاجهكم تخرج تدخلي عاوتاني، حيت هكا خصي يكون، خصي يكون نقى باش الكليان اللي يجي عندك يمشي فرحان، يمشي مع راساتو ناشط. والحمد لله هادشي اللي كاين. واخا تعطلت شي شويه، دزت عند خويا حموده، دزت شفت غايتو ما شاء الله. اول ما غتشوفوا مالك هي اليوم، اول ما غتشوف مالك غايت ولد حموده هي اليوم. حيت ماما الفايته حموده كتقلق، كنمشي ما كنديش مالك، تيقول لي حموده علاش ما كتجيبيش مالك تشوفو، كنقول لي حيت ما شاء الله مالك باسله، ولا مشات حتى شافتو غتبقى تهزو وتبغي تبوسو داكشي. قلت ليه غير خليها. ايوا اليوم قال اليوم فاش ديتها كنت غير دايزه طليت، ايوا ويقول لها حموده جيت دخلي تشوفي غايتو. ايوا وتعطلت في الطريق اللي ما وصلت حتى تقريبا صافي غيأذن، داكشي باش ما صورتش ليكم. وهذا ما كاين البنات، وهادشي اللي كاين اللي كنقدر نصوره لكم راه كنصوره. حتى انا راني ما نكذبش عليكم، انا عندي نبكي عاوتاني. الله يستر، والله انا معيشه دميعه، انا نبدا نبكي حيت واخا هكاك ما جاتنيش سهله بصراحه. يعني اي مرا كتبغي دارها، كتبغي تفطر في دارها، كتبغي الاجواء في دارها بصراحه. يعني كان بغيت انا بحال العيالات، بغيت انا وليداتي دايرين بيا في الطبيله، نبغي انا نشم ريحه الحريره في داري. واخا زعما ما كاينه المراه في الدار، زعما كدير لها الفطور وكلشي، ولكن ديك اللمه مع وليداتي ما يمكنش تكون بصراحه. وهذا هو اللي كنقول لكم دائما، بان كيكونوا تضحيات، كيكون واحد تضحيات باش كتقدي انك تنجحي وتوصلي. الريستو مسؤوليه، القهوه مسؤوليه كبيره، مازال الصالون ما على باليش به. علاش؟ لحقاش الصالون ماشي ماكله، اولا بنادم غادي يجي يفطر عند ياكل، راه ما يمكنش انسان صايم النهار كامل. والله العظيم الا فرقنا الصيام غير بالتمره، كنا انا احمد المعلميه كاملين بيرسونيل كامل كلشي فرقنا غير بالتمره، حتى فطروا الناس، حتى فطر كلشي عاد قدينا نفطر. مسؤوليه يعني بحال عندك مناسبه ومازال ما طعمتيش الناس، كتبقي صافي قجوجه. او ميم طون ثاني كنحس بحال تاني بالضمير على ولادي، ان وليداتي في الدار ما نقدرش، ما قديتش الصراحه. اليوم الحمد لله ديتهم كاملين معايا، ولكن ما غاديش يمكن تستمر انني نبقى نديهم، بالاخص مالك وجنه حيت صغارين بزاف، وفاش كيشوفوني انا ما كيبقاو يبغيو حتى شي حد. جنه كتبغيني نبقى هزاها، مالك ماما امشي للطواليت، ماما بغيت، ماما بغيت، ماما بغيت، ما يمكنش. كي كنخاف حتى عليهم حيت كيتبعوني للكوزينه، كيتبعوني ما يمكنش داكشي المقالي وداكشي ديال الحريره واللي صوب سخان، كنخاف عليهم. كيبقاو طالعين هابطين في الدروج، ما يمكنش هذيك بلاصه الخدمه، يعني ما نقدرش. مازال ماما سلمى نقدر هكا يجيو ماشي مشكل، ولكن الصغار ما يمكنش. وهنا غنحس بشويه ديال يعني بلاصتهم غتبقى فيا. المهم احمد قال لي زعما بقيت تجلسي معنا حتى لاخر لحظه، زعما وجدي كلشي معنا وشوفي كلشي وسيري للدار، لكن عاوتاني ما نقدرش نفرط في راجلي. والله كنبكي وضحك، ما نقدرش عاوتاني نخلي راجلي يفطر بوحدو في القهوه بصراحه، ما نقدرش. يعني موليفه هو ما نقدرش.
ايوا الحمد لله على كل حال. كما قلت لكم بروجي صعيب بزاف، وماشي يعني ماشي ندمت عليه، مي صراحه كون يعني رجعت غير هادي عامين اللور كنت نقدر ما نعاودش زعما نفضل انني ندير قهوه، حين الصراحه صعيبه 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 ما شاء الله، صعيبه صعيبه بشي كتهدك. انا كنهضر مع الناس اللي عندهم القلب على لي بروجي، وعندهم القلب على الناس اللي غادي يجيو عندهم على الكليان. اما اللي ما مسوقش راه كيحل لك مشروع ويسمح فيه ويخلي بنادم يدير فيه ما بغا ويمشي يجلس. ولكن الا كان بصح كتبغي المشروع يعني تصفي كما كنقولوا تصفي رقبتك مع الناس، راه كيخصك توقف يا اختي بكل صراحه. قلت لحمد ولكن ضروري، قلت ليه ولو غير مره ولا جوج في السيمانه نخطفو ونفطرو في دارنا، يعني نبقاو حتى اخر لحظه ونفطرو في دارنا مع وليداتنا. انت انا قالك شاريه، انا الصوانيت، انا شاريه البرد، انا شاريه سميتو واحد لناب، والله العظيم الا باقيين محطوطين. حتى انا تشهيت انا نفطر في دويرتي، قلت ليه ضروري ولو غير يومين في السيمانه نفطر في داري. يعني مازال الخميس الجمعه السبت والحد، هذا ربع ايام كتكون يعني ما شاء الله كتكون دائما القهوه عامره. ما عندك 2 3 ايام في الاسبوع الاولى شويه، واخا راه هو اليوم الثلاث وما شاء الله كانت القهوه عامره. المهم كثرت عليكم بلا بلا، ولكن اقسم بالله كنهضر معكم بحال عائلتي بحال خوتي، زعما تنهضر كنخوي قلبي والله العظيم. حتى نتوما تستاهلوا انكم تجيو، حتى نتوما عائلتي، حتى نتوما نضحي على ودكم باش نتوما تجيو تلقاو بلاصه زوينه تفطروا فيها. الناس ديال قنيطره وكاينين شباب ما شاء الله اللي كاسين في قنيطره كيقراو، بنات اللي كيجيو مساكنين من مدن بعاد كيخدموا في الكابلاج وما كيبقاش لهم الوقت باش يوجدوا، يعني فريمون دايرة اثمنة زوينين، يعني فطورات مهلية في الناس ما شاء الله، الناس كياكلوا حتى كيشات الخير وباثمنة جد مناسبة. يعني باش بخمسين درهم تجي تفطر بعدا فطورك في دارك، ما كتخسريش غير 50 درهم، راه كتخسري يعني راكم عارفين غير الحبيبة بسيطلات عامرين مسمن حريشة البغريب بطبوط طويجنات هاللي ديال الكفتة بالبيض، ها ديال البيلبيل، ها ديال يعني فريمون داكشي ما شاء الله كيحمق. راكم شفتوا كلشي بعينيكم، لا بالنسبة للبريوات الصغار المعسلين الشباكية كلشي تلوز، يعني داكشي على حقو طريقو باش بنادم اللي غادي يجي يقصد القهوة ديالنا غيخرج فرحان. هذا هو جهدي لكم. ونمشي اختي مسكين احمد مازال ما جاش، نمشي اختي ندهن هاد الكمامه. ولي على الكمامه شنو تقول على راسك؟ قولي الزين يا اختي وما شاء الله عليك الحمد لله اللي كنعرف نلبس حوايجي وانا كيسبعني داكشي كامل، ولكن الحمد لله ولله الحمد. تهلاو في عيوسكم. هكا داز عندي نهاري الاول، باقي ما سهلاش، باقي خصنا نهبط نوجد شي حاجه للعشيه وانا وراجلي. ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وبالتيسير بطول العمر، الله يحفظ لكم وليداتكم، الله يخلي شملكم مجموع، الله يحفظ لكم ما عز عليكم. نوض نصلي ونوجد اللي قسم الله ونتعشاو ونعسو باش غدا ان شاء الله تسعود عاوتاني يبدا عندي نهار جديد وروتين جديد. ومرحبا باي واحد، نتلاقى فلوق جديد ان شاء الله. قولوا لي واش بغيت ندير لكم يوميات كيفاش كندوز النهار، ردوا لي في لي كومونتير وقولوا لي نتوما كيفاش دوزتوا نهاركم. يلا الحاد كات، باي باي.